أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: شخص كان يغتسل غسل نظافة وينوي به رفع الحدث الأصغر والأكبر، واستمر هذا العمل مدة طويلة وهو يصلي بهذا الغسل، فما حكم صلاته علما بأنه كان يعتقد صحة العمل جهلا منه؟ ما يجوز هذا. إذا كان أنه ينويه للنظافة أو للتبرد هو ما يجزي عن رفع الحدث، وصلاته غير صحيحة. إذا كان يستطيع قضاءها يجب عليه القضاء، أما إذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.